خفض عنك يا ابن أخي، فوالله ما أردت بكلامي ذاك أن أخذلك أو أضعف عن نصرتك، وقد علمت الآن أنك لن تترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو تهلك دونه. ولو وضعوا الشمس في يمينك والقمر في يسارك كما قلت، فاذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبداً.